بس هي برضو على فكرة الجول الأولاني اللي جه في الجول الوحيد اللي جه في ليفربول امبارح هو الجول اللي جه من محمد هاني النهارده. أولاني هو تمركز عليها دي. تمركز خاطئ. الكرة وهي بتتلعب أنا مش هستنى لما تفوت من بالعلى أروح لها الأول. لو أنت شفت العملية برضو أرنولد واقف مش شايف فينيسيوس وراه راح جاي من وراه عامل الكرة كده يعني واقف واقف بتتلعب سهل جدا لو انا شايف اقدر اغطي عليه اقفل عليه صح شبه تيبيكال صح يعني تيبيكال. استاذ محمد هاني بصراحه صعبه يا كابتن طه ليه؟ انه اولا اللعيب ما سرقوش مثلا او مثلا كان هو بعيد عنه يعني ارنولد كان بعيد شويه بس انت جنبه انت لو حركت رجلك اليمين كده اصل هو هو يعني هو فكر غلط هو فكر قالها تفوت هو فكر انها تفوت هلا الحته دي فكر انها تفوت ما فيش هنا تفكر. دي ما فيش ابدا ان انا اعمل احتمالات احتمالات ابدا دي وان واي على طول انا رايح الاول من قدام والعبها انما ما استناش لما تفوت تبقى جول عليا.